أنا بتقديري إنه لما بادروا الفرنسيين ما كان محدد السقف، بس لما الفرنسي حكي بحكومة وحدة وطنية رجع الأمريكي يرجع لتحديد السقوف، فلذلك حصلت هذه حصل هذا الارتباك. طالما في مين محلي عارف شو مصلحته بيقدر يتعاطى مع هذه المبادرات، ما بعتقد في مشكلة. البوارج هدفها ليس عسكريا، حتى من النهاية، حتى ليس هدف هذه البوارج والعرضات عسكرية. هدفها هو يعني عرض عضلات لتعزيز الحضور من أجل تنفيذ مهام إغاثية إنسانية عادة تستخدم.